من أشد المواقف يوم القيامة، يوم أن يلوم الإنسان جوارحه وبشرته، وأن تنطق الأرض التي كان يمشي عليها فتدينه أمام الله. من أعظم اللوم والعتاب الذي سيحدث يوم القيامة عتاب مر، يوم أن ينطق لسانك يلوم جوارح. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني لا تلومون، كأن الإنسان الذي كان في الدنيا يختفي بالذنب ويمتع بشرته وجلده وأذنه وسمعه ونطقه وفرجه بالحرام، وكان يختفي عن عيون الناس، إذا بعيون نفسه تشهد عليه، إذا باليد التي كان يبطش بها تشهد عليه، إذا بالأقدام تشهد، إذا بكل البدن ينطق، يوم أن يختم الله على أفواههم. والله إن التأمل في هذا الموقف يجعل المؤمن يعيد حساباته مع رقابة ربه العظيم سبحانه. ما يحتاج إلى أن يكون علينا شهود، أليس الله جل وعلا هو العليم الخبير الحكيم، هو الرب المالك المتصرف المدبر سبحانه؟ والله هو خير الشاهدين جل وعلا. لكن حتى يدين نفسك بنفسك، في من يمتع بدنه خف من هذا البدن. أنت لو يشهد عليك ابنك في المحكمة ستلتفت إليه وتقول ويحك ولدي، وكنت أختفي أمانا أمامك لأنك لن تفضحني، أنت تفضحني، لله المثل الأعلى. يا من تختفي بالذنب وتمتع البدن بالحرام، كل أركانك ستشهد، كل جوارحك ستنطق، فإذا قلت لها لائما لها لما شهدتم علينا ستقول أنطقنا الله. وإن لم تتكلم الأركان والجوارح ستنطق الأرض. وقرأ في قول الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ماذا تتحدث الأرض؟ تنطق. نعم، أنت في كل مكان تختفي فيه هناك أرض، هناك أرض، لو في الطائرة أرض الطائرة سيشهد، تحدث أخبارها، تحدث عن أبنائها ماذا فعلوا فوقها. فلنتق الله في الخلوات كما نحن نظهر في الجلوات، ولنخشى من شهادة الجوارح الذي سينطقها الذي أنطق كل شيء. اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة يا ربنا.